أرقام رسمية، أبناء المهاجرين أكثر ارتكاب للجرائم بضعفين ونصف. استياء من عدم معاقبة ملك السويد لتجاوزه السرعة القصوى. شكراً لهؤلاء الذين ذهبوا للأسواق بمفردهم واصلوا كفاحكم على طول الطريق. أسي موبلر بابكر أبو كاس. معكم سارة سيف في نشرة أخبار الكومبيس لليوم، أهلا بكم. أظهرت دراسة جديدة لمجلس مكافحة الجريمة أن نسبة المشتبه بهم بارتكاب جرائم انخفضت في السويد بين العامين 2007 و2018، غير أن الدراسة كشفت أيضاً أن عدد الأشخاص المولودين في الخارج أو المولودين في السويد لأبوين مهاجرين المشتبه في ارتكابهم جرائم أكبر من عدد الأشخاص المولودين في البلد من أصول محلية بحوالي مرتين ونصف. وكانت النسبة الأكبر من المشتبه بهم المولودين في السويد لأبوين مهاجرين تلتها نسبة المولودين في الخارج حسب أرقام الدراسة التي نشرت اليوم الأربعاء. ويلعب العمر دوراً في الإحصاءات، حيث تبين أن هناك نسبة أعلى من المشتبه بهم بين الشباب المهاجرين المولودين في البلاد. أظهر تقرير نشره التلفزيون السويدي اليوم أن القانون الجديد الذي يسمح بحظر إخراج الأطفال من السويد بهدف تزويجهم أو إجراء عمليات ختان للإناث ليس له تأثير كبير حتى الآن. ومنذ بدء العمل بالقانون في الأول من تموز يوليو الماضي منعت 28 فتاة من الخروج من السويد وفقاً لأرقام المحاكم. وحاول الفريق الوطني لمكافحة العنف والقمع المرتبطين بالشرف معرفة عدد الأطفال الذين يتم إخراجهم من البلاد بهدف تزويجهم، وتبين أن ما لا يقل عن 170 طفلاً أخرجوا من البلاد في العام 2019 وحده. وقال خبراء إن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وفيما رأى كثيرون أن تطبيق القانون فشل بعد حظر سفر 28 فتاة فقط. تقول السلطات المعنية إنها أنقذت تلك الفتيات في حين كان الرقم صفراً العام الماضي. وتجري السلطات الآن مزيداً من الدراسة في القانون لمعرفة ما إذا كان من الممكن توسيع نطاق حظر السفر ليشمل جرائم أخرى تتعلق بالشرف. أكدت رئيسة حزب اليسار نوشيدات غوستر تمسك حزبها بمطالبه مقابل التصويت لصالح ميزانية الحكومة. وكانت داد غوستر أعلنت 4 شروط للموافقة على الميزانية، تضمنت إصلاح التأمين ضد البطالة والتأمين المرضي وتعزيز الرفاه الاجتماعي وزيادة المساواة في المجتمع. رئيسة الحزب وجهت أيضاً انتقادات حادة للاشتراكيين الديمقراطيين معتبرة أنهم قدموا ميزانيات يمينية ولم يفعلوا ما يجب عليهم فعله، لذلك لا يستطيعون الاعتماد على الدعم السلبي لحزب اليسار، مضيفة أن الاشتراكيين سيتركون وراءهم انقساماً في النقابات وبطالة عالية جداً ورعاية صحية تعاني من أزمة. كما وجهت رئيسة الحزب انتقادات حادة أيضاً لحزب الوسط بسبب شرطه ألا يكون لليسار تأثير على ميزانية الحكومة، مشبهة الوسط بأنه يصرخ مثل طفل غاضب عمره سنتان. أثار عدم تحرير الشرطة السويدية مخالفة مرورية لملك السويد كارل 16 غوستاف استياء لدى كثير من السويديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وشهد الملك مؤخراً وهو يقود سيارته من طراز BMW على الطريق إلى أولاند وخلفه سيارات مرافقة وقد تجاوز السرعة القصوى على الطريق، حيث قاد بسرعة 125 كيلومتراً في الساعة فيما كانت السرعة المحددة هي 90 كيلومتراً. وعلق كثيرون على ذلك منتقدين هذه المخالفة، وخصوصاً أن الملك يعتبر قدوة لشعبه. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشاهد فيها ملك السويد وهو يقود سيارته بسرعة عالية، ففي العام 2004 ذكر شهود بأن الملك كان يقود سيارته بسرعة فائقة في منطقة روتوبرو شمال ستوكهولم. أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ستوكهولم للكتاب العربي إطلاق البرنامج الثقافي المرافق للمعرض على مدار أيامه الأربعة.
المعرض الذي ترعاه مؤسسة الكومبس الإعلامية يتضمن 47 فعالية ثقافية متنوعة تهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية والتاريخية والأدبية والاجتماعية وتلك المتعلقة بعالم الكتاب والنشر، وبمشاركة عدد من الكتاب والإعلاميين. كما يتضمن برنامج المعرض أمسيات شعرية لمجموعة من الشعراء فضلاً عن فعاليات خاصة بالأطفال. كما سيشهد المعرض 5 معارض فنية. المزيد من المعلومات حول المعرض تجدونها دائماً في موقعنا الكومبس.سي. توقعت الأرصاد الجوية أن تتعرض المناطق المتضررة من الفيضانات في يافلي لمزيد من المشكلات، حيث شهدت بعض المناطق وسط السويد عاصفة ماطرة جديدة اليوم الأربعاء، وأصدرت الهيئة تحذيرا من الدرجة الأولى جراء ارتفاع مستوى المياه في الطرقات، فيما حذرت في يمتلاند وهيريدالن من رياح قوية، وقالت إن الطقس العاصف سيتحرك إلى جنوب البلاد. كما قدرت هطول الأمطار هذه المرة بين 30 إلى 50 ملمترا حتى مساء غد الخميس. وكانت منطقة يافلي تعرضت لفيضانات الأسبوع الماضي بعد هطول أمطار غزيرة، وفي بعض الأماكن هطل ما يصل إلى 170 ملمترا خلال وقت قصير، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في الطرق والمباني. إلى هنا وتنتهي نشرة أخبار الكومبس. لمزيد من الأخبار والبرامج تابعونا دوما على موقعنا الكومبس.سي. إلى اللقاء. أسي موبلر بابكر أبو كاس.